من غير مقاييس مطلوبة في جسمها ومن غير ما تلبس بيكيني، عملت عرض بالزي الوطني وخدت لقبة ملك الجمال العرب في أمريكا لسنة 2023. كلامي هنا عن الأردنية فرح أبو عديلة، واللي تفوقت على كل المتسابقات وقدرت تبقى صاحبة اللقب الأهم. في الفيديو اللي معايا ده هقول لكم مين هي الأردنية فرح أبو عديلة، وهي أبرز الأسرار والكواليس في حياتها. يا ترى بتشتغل إيه وهوياتها إيه؟ بالشخصية واللباقة والمعلومات العامة والتعليم وأسلوب الحياة والمواهب والقدرات الشخصية واندماجها في خدمة مجتمعها، اتوفرت الشروط في فرح أبو عديلة واتوجت باللقب كأول أردنية تفوز باللقب ملكة جمال العرب في أمريكا. هي زيها زي أي بنت عندها طموح تعمل حاجة وترفع اسم بلدها، كانت عايشة في أمريكا وعرفت بالمسابقة، قدمت فيها وقدرت تلهف اللقب من كل المنافسين ليها. فرح اتولدت في عمان في الأردن سنة 1997، هجرت على الولايات المتحدة الأمريكية سنة 2021. هي حاصلة على بكالوريوس اللغة الإنجليزية من جامعة البتراء في الأردن. فرح دلوقتي بتشتغل مديرة مختبر طبي، كمان مديرة مشاريع في شركة استثمارات طبية في ولاية شيكاغو الأمريكية. من أهم هوايات فرح الكتابة وعروض الأزياء والسفر والموسيقى، بتعشق رياضة المشي، ده غير إن عندها شغف كبير جدا بممارسة رياضة الملاكمة. كمان فرح صاحبة لقب ملكة جمال العرب في أمريكا لسنة 2023، أعلنت إنها تتخصص في مجهود لخدمة النساء والأطفال واللاجئات العرب حوالين العالم، علشان كل ده هدفها من المشاركة أصلاً. الحفلة اتعمل في الولايات المتحدة الأمريكية واتوجت باللقب فرح، وكده اسمها بقى أول أردنية تفوز باللقب في تاريخ المسابقة. وقت الحفل لبست الزي الوطني، كانت إطلالتها حلوة وعجبت الحضور علشان بتمثل بلدها أفضل تمثيل، والفستان بتاع الزي الوطني ده من توقيع فاشنز ديانا، وبعدها لبست فستان رائع فعلاً لحظة التتويج، لبست التاج من الملكة سابقة سنة 2022 واللي جنسيتها مغربية، اسمها مروة الحلو. الفستان ده من تصميم The Red Carpet Boutique. الحفل كان عليه دعاية ضخمة وحضروا عدد كبير من المشاهير والنجوم العرب ورجال الأعمال والمجتمع والمنتجين وقادة المجتمع العربي في أمريكا. بالنسبة للمنافسات بتوعها كان في العراقية مي منداوي، ودي خدت لقب الوصيفة الأولى لفرح، والفلسطينية نور رزق وخدت لقب الوصيفة الثالثة. وفي نفس المسابقة دي كان في أردنية تانية اسمها أسرار قيسي، ودي خدت لقب الوصيفة التانية. مش بس كده، دي كمان خدت لقب المواهب علشان تميزها في مسابقة الرسمة. بخصوص تصويت الجمهور، فكمان نصيب الأردنية شيرين نصراوي. واضح كده ان الأردنيات في المسابقة السنة دي كانوا عاملين شغل عالي قوي. مسابقة ملكة جمال العرب ليها شروط علشان المشاركة فيها، وبتختلف عن المسابقات التانية، ومش بيتم تقييم المتسابقة على شكل الجسم ولا لبس البكيني، لا كمان ما فيهاش لبس كده اصلا، بيستبدلوه بالزي الوطني الخاص ببلد كل متسابقة. لجنة التحكيم بتمنح اللقب بناء على الشخصية واللباقة والمعلومات العامة والتعليم والمواهب والقدرات الشخصية والاندماج في خدمة المجتمع. طبعا الشعب الأردني كله فرحان بفوز بنت بلدهم فرح باللقب ده، ويتمنوا ان اللقب ما يقفش عندها كأول أردنية تفوز بيه، وتقدر أردنيات تانيين يفوزوا في النهاية. ايه رأيكم في المسابقة دي؟ وتفتكروا الأردنيات هيسيطروا على اللقب ده السنة دي والسنة الجاية كمان، ولا ممكن نشوف متسابقات تانيين من بلاد تانية؟ شاركوني برأيكم في التعليقات.